السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الأكارم إلى حلقة جديدة من فرسان المهرية، واليوم من منطقة يروب. أهلاً وسهلاً بك مفيد الشاغي. طيب الله وأوقاتك مراد وكل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من فرسان المهرية، ونحن كما أسلفت مراد في يروب، يروب المحبة، ومن هنا من سبع المساجد. نعم، إذن نبدأ حلقة اليوم. نبدأ إذن حلقة الإثارة والإمتاع بإذن الله من منطقة يروب، كونوا معنا. يروب هي إحدى قرى عزلة الفيدمي بمديرية الغيضة التابعة لمحافظة المهرة، من اسمها يدل على الخير والعطاء، وفيها الهواء العليل والذي يشرح صدر الانفتاح أمام البحر، مما جعلها متنفسا جميلا ورائعا. وأهل يروب مرتبطون ارتباطا وثيقا بالبحر وخيرات الله فيه، كما العديد من أهل المناطق الساحلية في المهرة، فقوارب الصيد ومكان نزول الصيد وهواسي قوارب الصيد، كل هذه أمور تدل على هذه الارتباط بين الإنسان البحري وكذلك البحر. وتتميز يروب أيضا بروعة أهلها وهدوئهم وحبهم للآخرين، فيروب أيضا تعتبر من إحدى مناطق القبلية المهرية المعروفة ببيت بلحاف وفيها بعض القبائل الأخرى، وينعكس جمال أهل يروب بجمال تنسيق بيوتهم وترتيبها وانسيابية التخطيط العمراني الجميل فيها. مشاهدينا الكرام، منذ أن بدأت الدعوة الإسلامية مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وبدأت الفتوحات والغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن سنكون مع السؤال الديني، فكونوا معنا. السؤال يقول: ما هي أول غزوة خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أي عام؟ والله ما عندك فكرة؟ ولا مرات عليك مقابل كذا؟ ما اعرف شو مساعد ولا شيء. شكرا، كل عام وانتم بخير. الله يعاونك يا مرحبا. غزوه حد منكم عنده فكره؟ اول غزوه خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اي عام؟ غزوه بدر. غزوه بدر، وانت؟ اول غزوه غزوه بدر. بدر؟ نعم. انت ايش قلت؟ غزوه بدر. غزوه بدر، وانت؟ غزوه بدر بعد. لا احد منكم اجابه طبعا خاطئه، واشكركم على المحاوله، شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. غزوه بدر. غزوه بدر اخر اجابه يعني؟ اخر اجابه. غزوه بدر في اي عام؟ اعتقد لا، لكنها غزوه بدر، بس ما ادري في اي عام. جزاك الله خير، اعتقد السنه الثانيه او الثالثه، لكن الله اعلم. ما عندك فكره؟ لا ابدا. غزوه احد. غزوه؟ غزوه احد. اول غزوه خاضها الرسول؟ غزوه بدر. بدر متاكد؟ بدر. شكرا على المحاوله، الاجابه خاطئه، شكرا. ما هي اول غزوه خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اي عام؟ كيف انت في الثقافه الاسلاميه؟ لا بأس. لا بأس. في ظني مر علي هذا السؤال. تذكر. ثاني الهجرة. الثاني الهجرة سليمة، إجابة سليمة، بس متى؟ ثاني الهجرة الهجرة الأبواء شيء؟ غزوة؟ الأبواء. غزوة الأبواء. ثاني الهجرة الأبواء. في ثاني الهجرة وغزوة الأبواء. إيه. متأكد نثبت يعني؟ إن شاء الله.
شاء الله باذن الله يطني هذا يمر عليه. وصاحبك غزوة الأبواء ثاني الهجرة يعني ما شاء الله متأكدين ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام، السؤال يقول في اي عام خاض الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي الغزوه التي اول خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالاخ محمد سالم قال غزوه الابواء في الثانيه الهجريه، والاجابه صحيحه، المبروك. وكانت الاجابه صحيحه، هي غزوه الابواء في الثانيه من الهجره، وكانت في شهر صفر للمعلومه. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الأكارم، المحافظة المارة تعتبر ثاني أكبر محافظات الجمهورية، وتتميز بشواطئها الجميلة وكذلك مساحتها الشاسعة. اليوم سنطلق سؤالنا الثقافي لنسأل حول هذه الشواطئ، فلنتابع معا. سؤالنا يقول كم يبلغ طول امتداد سواحل المهرة؟ المهرة تقريبا من أطول السواحل في الجمهورية، كم طول السواحل هذه؟ عندك المعلومة؟ لا ماشي معلومة أبداً. نوه. طيب عندنا سؤال يتعلق اليوم بشواطئ المهرة، كم يبلغ طول امتداد سواحل المهرة؟ طيب من بدايتها خاف الله. كم 50؟ طيب أخ جمال، معنا سؤال ثقافي في فرسان المهرية، نسأل فيه حول طول امتداد سواحل المهرة، كم يبلغ؟ سؤال على البحر المهرة. ابدا مره ما عندك المعلومه؟ مره. طيب شكرا جزيلا، حياك حياك الله. عبد الله، انت معنا في فرسان المهريه، ومعنا سؤال ثقافي على السريع، يقول كم يبلغ طول امتداد سواحل المهرة؟ 100 كيلو. 100 كيلو. هذا اخر جواب عندك؟ حاول. 300. 300. خلاص نعتمد. اعتمد. نعتمد. الله. ما في اجابه ثانيه؟ والله اعلم. كم يبلغ طول امتداد سواحل المهرة؟ عندك الاجابه؟ عندي ان شاء الله. تقريبا كم؟ تقريبا يمكن 565 564. 564. متاكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يا خطرت عليك المعلومه من سابق، قراتها في مكان ولا كيف؟ لا والله الا كذا. تخمين. 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 تخمين 565. طيب محافظة المهرة هي واحدة من أكبر محافظات الجمهورية، وشواطئها وساحلها من أطول السواحل ومن أجملها، والإجابة هي 500 كيلومتر، والإجابة نعتمد الإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك. الله يبارك. نعم. الأخ من؟ أحمد علي. أحمد علي الصويفي. هذه 40,000 ريال يمني. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. تستاهل. تستاهل. حياك الله. من أهل إن شاء الله. سلام. شكرا جزيلا. المشاهدون الكرام، نرحب بكم إلى هذه الفقرة من فقرة مبدعون من المهرة، ونحن دائما ما نتميز في برنامج فرسان المهرية فقرة مبدعون من المهرة. اليوم سنكون مع أجمل موهبة من هنا من أبناء منطقة يروب، وهي موهبة التمثيل. سنكون مع الأخ أبو بكر سالم بلحاف. طيب الله أوقاتك أبو بكر، وكل عام بخير ومبارك عليك الشهر. حياكم الله علينا وعليك، كل عام وانتم بخير وعلى جميع المسلمين. نرحب بكم قناة المهرية، وحياكم الله ونتشرف فيكم وجزاكم الله خير. مرحبا وسهلا. متى أبو بكر بدأ هذه الموهبة، ومن شجع أبو بكر على هذه الموهبة؟ والله بديت فيها وأنا طالب في المدرسة، وكان يشجعوني المعلمين والمدير المدرسة، وما شاء الله يعني بديت على شوي شوي، بعدين ما شاء الله يعني تطورت شوي شوي وصرت ما شاء الله يعني مثل يعني مبدع لا بأس، يعني ما شاء الله أحسن من غيري ما شاء الله. ما شاء الله. أبو بكر، هل شاركت من قبل في مثلا خارج المحافظة أو مثلت مكان ثاني؟ والله يعني شاركت في مناطق هذه بالحاف، وفي مع الغيضة في عاصمة الغيضة. جميل. شاركت يعني في كثير، في كثير من حفلات وكثير من مهرجانات، في كثير يعني شاركت فيها يعني خارج المحافظة، يعني عاصمة الغيضة، لا في الغيضة ومناطق بالحاف هذه بس. يعني ما خرجت خارج المحافظة؟ لا ما خرجت. طيب أبو بكر، ما هو العمل لا زال أبو بكر يفتخر فيه إلى الآن؟ هناك عمل مثلا قمت به خاصة في التمثيل، حكم أن التمثيل موهبة جميلة جدا، أكيد هناك لك عمل لا زلت تفتخر فيه إلى الآن. تمثيل دور المعلم، مثل دور المعلم، بعدين من المعلم ينتقل إلى عمل بايع الخضرة، يعني ظل المعلم في الوقت الحالي
يعني انا هدفي كذا ان اغير اللي هو مظلوم، اسوي تمثيل مشان اوصل معلومه للناس ان اللي هو مظلوم يعني يتغير من وضعه. يعني نقول انك ممثل لكل مظلوم. صراحه جميل جدا ان نرى يكون مثلا هاجسك يكون شيء يتواجد خاصه في شيء موجود. يعني مثلا قلت ان هناك راتب المعلم، نحن معروف ان راتب المعلم لا زال مظلوم، وفتحيه لنا لكل معلم يعاني لا زال يعاني. ابو بكر، اخر اعمال لك قمت بها؟ آخر أعمال اللي قمت فيها سويت تمثيل يعني أنا ومعي شباب يعني حول الوضع الحاجات هذه، يعني ناس بينهم كل واحد وراء الفلوس واللي يريد وراء المطامع، وهذا يعني كيف الناس تكاتف وتكون يد واحدة وتترابط بشكل عام الأنانية. أيوة هذه، وهذا آخر تمثيلي. بالنسبة للسيناريو التي تقوم بكتابته مثلا، إلى كم مثلا شخصية تقسم هذه مثلا إذا كانت مثلا مسرحية أو شيء ثاني؟ يعني أنا معي شباب يعني كثير، يعني معي فرقة يعني خاص في فرقة خاصة معي. اسم الفرقة؟ اسم الفرقة يعني فرقة هي من مناطق بالحاف يعني بشكل عام، بس في فرقة يعني خاص لي أنا، يعني أي عمل أريد أقوم فيه كلهم يروحوا معي وأنا اللي يسوي الخطة، يعني يسوي لهم كتابة السيناريو والتوزيع ما بينهم. أيوة يعني أنا اللي يسوي وهم ينفذوا ما شاء الله، وشباب ما شاء الله مبدعين يعني. والحين نحن نحاول أن نحصل يعني دعم من شي جهة ونسوي مسلسل مهري يعني يوعي الناس من تراث الزمان والوقت الحاضر. يعني في كثير من حاجات اللي نعاني منها في محافظة المهرة زي التدهور وحاجات اللي هي ما هي زينة، يعني نوعي الناس. هدفنا إيش؟ نوعي الناس من تغير الوضع اللي هو مش تمام، نغير الناس يعني من وضع إلى وضع يعني. صراحة إنها موهبة جميلة جدا. أبو بكر طبعا يعتبر من أبناء منطقة يروب، وأنت موهبة تستحق المتابعة وتستحق ذكاء النمي هذه الموهبة. كلمتك تود قولها قبل أن نختم هذا اللقاء؟ والله كلمتي يعني أقول الله يحفظ المهرة من الوباء والغلاء، ونرجو يعني أن نكون بين التراحم والتآخو والترابط وصلاح ذا البيد والتعاون، ويعني نوصل معلومتي للناس، يعني نكون في وقت رمضان، رمضان شهر الخير وشهر البركة، يكون فيه دعاوى ويكون فيه استغفار وتقبل إلى الله ودعاء إلى الله. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه المحافظة الجميلة، محافظة المهرة عاماً ويروب بشكل خاص بلاد الكرم. مشاهدينا الكرام، كنا مع هذه الموهبة الجميلة جداً. قبل أن نودعك أبو بكر، هذه هدية طبعاً بسيطة من برنامج فرسان المهرية، وأنت تستاهل أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وكذلك أشد على يدك أنك لا تستغني عن هذه الموهبة، موهبة جميلة صراحة معك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خير، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير وطول أعماركم، وشي طيب هذا ونحن نفتخر فيه والله. يعطيك مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا إلى مرحلة الإثارة والتحدي وكذلك التشويق. مراد، نعم الآن فريقي جاهز، وبإذن الله التحدي اليوم سيكون سهلا أيضا على الفريق الأزرق الذي سيحاول بالفوز بتحدي لا اكيد اليوم. اكيد فريق البرتغالي سيسحق فريقك باذن الله. طيب قبل ان نتاكد اذا تمكنت من نطق كلمه التحدي اليوم بشكل سليم، اتوقع ان فريقك ممكن يفوز. انت تبغى تحرقني والله كيف. تحدي اليوم هو وباللغه المهريه يسمى طميد. طميد ايش يسمونه؟ طميد. اذا حتى لا نطيل على المشاهدين، نتعرف على الفريقين في البدايه. الفريق البرتغالي نبدا باليمنى. طيب جميل جدا، اذا نبدا اليوم عند محمد سليم. صوت محمد سليم بالحاف. يا سلام. احمد حسن. صوت حماس. يا سلام. بن سعد سالم. ايوه احمد بن احمد ابراهيم. اخر صوت احمد بن احمد ابراهيم. يا سلام عليكم، جاهزين؟ جاهزين. ايوه. طيب الفريق البرتغالي نتعرف عليه. اسمع الفريق الفائز المشال الكريم تابع. فايز مقدما. عثمان محمد مبهود. عثمان محمد مبهود. محمد خليفه سعد. صوت محمد خليفه سعد. محمد قطعان. سلم صالح حسان. عبد العزيز عاشور. عبد العزيز جاهزين. ما شاء الله. إذن بما أن الفريقين أعلن جاهزيتهم لتحدي اليوم، نطلق صافرة البداية. نبدأ. 3 2 1.
إذن الآن تبدأ الجولة الأولى. طبعاً الفريق البرتغالي هو من سيبدأ، وبعده سيكون الأزرق. وعلى مسافة الفريق البرتغالي سيبدأ على الفريق الفائز إن شاء الله. طيب المسافة ستكون 2 متر. إذن نبدأ الفريق الأول. يلا بسم الله. يلا يا شباب شدوا على شباب. يلا الأول. يلا الأول يتجاوز. يا سلام، هذا واحد. اللي بعده اللي بعده يلا اللي بعده. يلا يلا يا سلام. هذا التعادل. واحد واحد. لا لا تجاوز الخط. هذا التعادل. برافو. اللياقة موجودة. اللياقة موجودة. برافو برافو. 2-1. يلا 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 يلا. ان شاء الله يخسر. ان شاء الله يخسر. يلا يا سلام عليك. يا سلام. يلا يلا يخسر. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا 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 التعادل التعادل التعادل. الله اظن الجول مراد. يلا يلا. لمس الخط لمس الخط. بعيد بعيد. يلا 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 يلا. اختم مسك اختم مسك. يلا التعادل التعادل التعادل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تعادل تعادل تعادل. طيب طيب. إذن التعادل ولا يلا فايزين فايزين. فايزين فايزين يا شباب. فريق الفريق البرتغالي. إذن مشاهدينا الكرام، الجولة الأولى كانت لصالح فريقي القوي. طبعا البرتغالي حسم الجولة الأولى بالنقطة الأولى، ولكن برافو يا شباب برافو يا شباب. لا زال الجولة الثانية ممكن الأزرق يعوض فيها. إذن ننطلق الجولة الثانية. ننطلق الجولة الثانية. إذن الجولة الثانية تبدأ الآن. يلا 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 يلا. الأول يخسر. معلش معلش معلش. يلا لا 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 تجاوز. لا لا تجاوز 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 تجاوز. يا سلام يا سلام. ايش هذه الروح الطيبة؟ يخطط ويجهز ويلا ويلا يلا. يا سلام. التعادل التعادل التعادل. ما في نقاش ما في نقاش ما في نقاش. يلا 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 يلا. اخسر 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 اخسر. اللياقة اللياقة. يلا يلا. لا بأس لا بأس لا بأس. برافو برافو برافو. لا بأس. يلا تعادل تعادل تعادل. يلا يلا شد. ان شاء الله يخسر ان شاء الله يخسر ان شاء الله يخسر. يلا يا سلام. هذا افضلهم هذا افضل واحد. يلا يلا خسارة. يلا يا سلام. لا 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 خلاص خلاص. يلا تجاوزنا. يلا يا سلام يا سلام. يلا يلا شباب. يلا يلا يلا. باقي 2. يلا يلا باقي 2. باقي 2 يا شباب. يلا 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 يلا. يا سلام برافو 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 برافو. يلا يلا يلا. الله عليك الله عليك. يا سلام يا سلام. هذا الاخير. املنا فيك املنا فيك. يلا خسر خسارة خسارة. املنا فيك املنا فيك. يلا يلا يلا. يا سلام برافو 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 برافو. يلا التعادل التعادل التعادل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حيوم 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 حيوم. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا التحدي، والفريق البرتغالي وللأسف الشديد فازوا علينا اليوم. طيب نشتين نعرف ليش فازوا عليكم. تفضل بالراحة. تفضل. ليش فازوا عليكم؟ معال في واحد معانا ثقيل صراحة. واحد ثقيل. نحن كذلك معانا واحد. ما في يعني العذر غير مقبول. إذن نتوج الفريق الأول مبلغ 50,000 ريال يمني للفريق البرتغالي. ألف مبروك. حيوم حيوم. استهلوا فريق. وأيضا الفريق الأزرق اليوم تحدى واجتهد واستهلوا 40,000. حيوم يا شباب حيوم. كذلك استهلوا. حيوم حيوم. ما قصرتوا يا شباب. إذن مشاهدينا الكرام، اختتمنا هذا التحدي لهذا اليوم، ولكن لا نزال نحمل لكم الكثير من الفقرات المتميزة في فرسان المهرية. كونوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى فقرة دردشة من المهرة، واليوم في منطقة يروب سندردش مع الوالد ابو قاسم حول عادات وتقاليد وكذلك ما يميز اهل هذه المنطقة الكرام اهل يروب. اهلا وسهلا بك ابو قاسم. اهلا وسهلا بك يا مراد في منطقة يروب. رحب بكم اجمل ترحيب، وكل عام وانتم بخير.
حياك الله ابو قاسم محمد قطعان. طيب نود كما ذكرنا في بدايه اللقاء ان نتحدث حول عادات وتقاليد ابناء منطقه يروب خاصه في شهر رمضان المبارك. اول في شهر رمضان المبارك القدماء الاولين لهم شعر يقول مرحبا يا رمضان شهر المبارك والغفران. الله اهلا وسهلا يا رمضان شهر المبارك والغفران. اهلا وسهلا يا رمضان شهر المبارك والغفران. اهلا وسهلا يا رمضان شهر المبارك والغفران. الله الله. طيب ابو قاسم هل ما زالت هذه العادات والاناشيد الجميله البسيطه حق ايام زمان ما زالوا يرددوها حتى اليوم ولا خلاص يرددوها؟ بعض بعض الاولين يرددوها. والشباب كيف؟ والشباب العالي الأولين يردون الشباب الحين ما يردون ولا الأنشيد الأولين. إحنا متمسكين بالأنشيد الأولي مرحبا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان شهر المبارك والغفران نرددها في كل مجال نرددها. طيب هذه الأناشيد متى ترددوها بالضبط؟ قبل رمضان ولا لا في الأخير من رمضان في 25 كذا يرددوها الأولين. هذه العادات برايك ليش يعني اهملوها خاصه يعني السنين هذه ليش ما احتفظوا فيها الشباب؟ كل شيء ده على سنين الاوليه، السنين الاوليه الشبان الاوليه لهم ميزه وصلوا وهكذا، الحين جيل ثاني مش جيل الاولي يتخلف الجيل الاولي القديم بعاداته القديم هذا الثاني بعاداته يعني ما تقيدوا بالزمان الاولي. كل واحد على مزاجه يصلحوا هذا الزواج زوامل أو نحن نصلح زوامل ندخل من بيت إلى بيت الحين وكلهم زوامل يصلحون من بيت إلى بيت مش زمان الأول اللي يتجمعوا من 10 من 5 بيت يخرجوا من البيت الثاني يدخلوا البيت الثاني وما هكذا الأعياد وخلاص يعني اختلف الوقت السابق والحاضر. السابق والحاضر نعم يعني طيب كل شيء على وقته. أغلب أبناء منطقة يروب تقريبا يعملون في الصيد صح؟ الصيد. هل في مهن أخرى غير الصيد موجود ولا ماشي؟ مهنة للصيد تقلوا الصيد والبحر يعتمد على الله ثم البحر لا رزقه من لم البحر الصباح يروحوا البحر ترزقوا الله. وهذه يعني من الحاجات الإيجابية أنهم يحافظوا على الرزق الحلال وأن يبادروا في أعمالهم وأيضا الوقت لا يسعفنا أبو قاسم لنطيل الحديث أكثر من هذا لذلك نصل إلى نهاية هذه الجلسة البسيطة والجميلة التي تعرفنا فيها على العمل الأساسي لأبناء منطقة يروب وهو مهنة الصيد وكذلك تعرفنا على بعض من هزيج وأناشيد الزمن الجميل وأيضا في ختام هذه الجلسة نود أن نهديك هذه الهدية البسيطة. شكرا يا شباب. هدية مقدمة من فرسان المهرية مقدمة لك كجانب من الشكر والتقدير على حفظكم لهذا الماضي الجميل وأيضا إيصاله إلى الشباب ونامل من الشباب الذين يتابعون هؤلاء كبار السن يوصلون لكم بعض من ذلك الماضي الجميل يجب الحفاظ عليه والاهتمام به وأيضا ألا نعيب ذلك الزمان الذي فيه العزة والكرامة والشموخ في يروب اليوم يعني لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد جهد هؤلاء الكبار والشيبان. كل شيء معقول كل شيء مقبول إلا فراقك يا يروب. الله 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 على هذا الغزل الجميل. نعم تستاهل منطقة يروب هذه المنطقة الجميلة ذات الشاطئ الساحر. اليوم حاولنا أن نوصل بعضاً من جمال هذه المنطقة عبر فرسان المهرية نعم. في دقائق محدودة وقصيرة جداً إلا أننا نصل إلى نهاية هذا اليوم. نعم مفيد. أكيد مراد كل بداية نهاية ونحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من منطقة الحبيبة من يروب. نعم منطقة المساجد السبعة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من الله.